التعريف النبوي لعلي عليه السلام. بكى النبي، فالإمام علي عليه السلام سأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلام من ديني؟ قال: نعم، في سلام من دينك. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك مع بعض خلق، واصطفاني وإياك، اصطفاء واحد. من أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي، لأنه منظومة واحد. الشيعة والسنة يعتقدون إمامة أهل البيت بالمعنى بأنهم هم المرجعية العلمية والروحية والدينية، وهم خلفاء النبي في الدين. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، نهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمين على سره وخليفته في عبادي. الذي يريد أن يشكك بالسند يشكك، ولكن لا يمكن أن يشكك في المضامين، لأنه القرآن الكريم عرف لنا عليا بآية التطهير وآية المباهلة وسورة الإنسان وآية الولاية وآية الاصطفاء وآية الصلاة على محمد وآل محمد وآية المودة وآية الطاعة. ممكن أن يشكك فيها؟ هل يمكن أن يشكك في حديث الثقلين، حديث الكساء: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وعلي مع الحق والحق مع علي، أنت مني، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، جبرائيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك، كل أحاديث صحيحة. وعند إخواننا أهل السنة والجماعة، هل يمكن بعد كل هذا أحد أن ينكر إمامة علي؟